السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذول يطولون العمر والسلامة حمام زاجل أبو خطين، كان 70 جوز ولا بقى منهن إلا ممكن 40 جوز. الحمام كل يوم يموت واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، على هالطريقة هذه إلى ما بقى صفة يمكن 40 جوز. والحمد لله بعد استعمالي خلطة ولد الشرقية مثل ما تشوفون الحمام، وانتم حكموا على الحمام، انا ما حكم على الحمام، انتم اللي حكموا عليه. والله انه يصير بالزاوية هذه، انه يصير وحده، تصير ضعيفة وتنحل تنحل وتموت فجأة، القاها يعني بس ريش، عظام ريش وعظام بس، وتموت. وبعد خلطة ولد الشرقية بعد 5 ايام هذهن، الحين لي 5 ايام استعمل خلطة ولد الشرقية، الحمد لله حمام مثل ما تشوفون. المشاط اللي عليه ما شاء الله يعني تحس انه حمام كويس. اليوم التاريخ 5/2/1439، والله الموفق. اليوم الربوع، مدينة طبرجل.